هذا الإصرار يكشف عن قضيتين. القضية الأولى يكشف أن حديث الثقلين بصيغتي وعترتي له دلالات خطيرة جدا. وإلا لماذا هذا التضييع؟ لماذا هذه المحاولات للقضاء هذا على هذا الحديث؟ هذا أولا. وثانيا يدل دلالة واضحة على أن أهل البيت لا يدخل فيها أزواج النبي. وإلا لو كانت تدخل في أهل البيت أزواج النبي كان ينبغي أن يحفظوا لنا ماذا؟ لقبلوه، أن يؤكدوه. لماذا؟ حتى يحفظوا لنا مواقف عائشة في الجمل. يقولون في النتيجة هذه مواقفها حق. لماذا؟ لأنه القرآن قال ما إن تمسكتم بهم، الحديث قال لن تضلوا. إذن من اتبع عائشة ظل أو لم يضل؟ لم يضل، اجتهدت فأخطأت، وهذه ليست ضلالة. لا، في تلك الحالة لن يكون الاجتهاد خطأ، يكون اجتهاد صائب وإلى غير ذلك. إذن هذا إقرار ضمني بأمرين أعزائي. الأمر الأول أن حديث الثقلين فيه دلالات عظيمة وخطيرة ومهمة على مستوى مجمل المعارف الدينية، وهذا ما نقف عليه إن شاء الله لاحقا. الأمر الثاني أنه ليس المراد من أهل البيت أو من العترة، يعني ماذا؟ أزواج النبي. ولذا تجدون، وهذا ما صرح به أحد كبار أعلام السنة وهو العلامة علامة بغداد الآلوسي، قال وعترتي أهل بيتي في روح المعاني الجزء 21 صفحة 305، قال وعترتي أهل بيتي يقتضي أن النساء المطهرات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد الثقلين. إذن هم